السلام عليكم، اسمي حسن من ستوكهولم من السويد. كنتمنى من حكومتنا الموقرة يحلوا الحدود بالنسبة لنا احنا الجالية المقيمة بالخارج. حقيقة توحشنا بلادنا، توحشنا المغرب، توحشنا أحبابنا، توحشنا الأصدقاء. هذه سنتين ما قريب سنتين ما تلاقيناش مع احبابنا. توفوا لنا الناس من العائله، كاين اللي مريض، كاين اللي والدي مريض، خصو يتلاقى معاهم. على الاقل حلوا للناس اللي فاكسيني، على الاقل، او الناس اللي عندهم دي زونتيجين ولا شي حل ضروري. لنا راه توحشنا البلاد بزاف، حتى الناس اللي تما راه توحشنا، حتى الناس تما ولاد العائله ديالنا الكبيره راه توحشاتنا، حتى العجله الاقتصاد خصها تحرك عاوتاني من جديد. كنتمنى صديقه من حكومه صاحب الجلاله تنظر لينا بواحد الشوفه ديال يعني، يشوفوا لينا حل، يحلوا لنا الحدود، وعلى الاقل بعدا يكون داكشي بعدا في الوقت. لان دابا حنا قرب جوان ومازال ما عارفين واش نقطعوا ليبيا ولا لا، واش نقطعوا ليباطو ولا لا. يعني راه كاين واحد البلانين كيكون. الله يخليكم، بغينا نشوف احبابنا، بغينا نشوف اصدقاء ديالنا، بغينا نشوفوا العائلات ديالنا. توحشناهم بزاف، وبغينا نترحموا على الناس اللي توفوا لينا. كذلك ما كاينش شي واحد في الجاليه المغربيه ما توفى ليه شي فرد من افراد العائله في المغرب.